السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بخير. وعدنا اليوم مع درس جديد وهو الإعداد للقراءة. لدينا حرف جديد وهو حرف الذال. حرف الذال، انظروا معي كيف نكتب حرف الذال. قلت الذال، فوقه نقطة، ليس حرف الدال. هناك حرف الدال وحرف الذال. حرف الدال لا توجد فوقه نقطة، وحرف الذال توجد فوقه نقطة. نعم، لدينا حرف الذال مع الحركات القصيرة. لدينا ذا، حرف الذال مع الفتحة نقرأه ذا، مثل كلمة ذهب. انظروا إلى صورة ذهب. ولدينا حرف الذال مع الضمة نقرأه ذو، مثل كلمة ذبابة. نعم، انظروا إلى صورة ذبابة. ولدينا حرف الذال مع الكسرة نقرأه ذي، مثل كلمة ذئب. انظروا إلى صورة ذئب. ولدينا حرف الذال مع السكون نقرأها ذه، ذه، مثل جذر، مثل كلمة جذر، جذر الشجرة. نعم، والآن ننتقل إلى حرف الذال مع الحركات الطويلة. لدينا حرف الذال مع الألف نقرأه ذا، مثل كلمة حذاء، حذاء. انظروا إلى صورة حذاء. ولدينا حرف الذال مع الواو نقرأه ذو، مثل كلمة بذور، بذور. نعم، وحرف الذال مع الياء نقرأه ذي، مثل كلمة مذيع، مذيع. نعم، والآن ننتقل إلى حرف الذال مع حركات التنوين. لدينا هنا حرف الذال مع الفتحتان نقرأه ذن، ذن، مثل كلمة قنفذا، قنفذا. وحرف الذال مع الضمتين نقرأه ذن، ذن، مثل كلمة تلميذ. نعم، وحرف الذال مع الكسرتين نقرأه ذن، ذن، مثل كلمة لذيذ، لذيذ. نعم، والآن لدينا تمرين بسيط. أصل حرف الذال بالصورة التي بها حرف الذال. انظروا معي جيدا إلى هذه الصور، أنا سأقرأ لكم وأنتم تقولوا لي الصورة التي يوجد بها حرف الذال. مثل هذه الصورة، الصورة الأولى بطيخ، بطيخ. هل سمعتم فيها حرف الذال؟ لا. هنا لدينا كلمة ذهب، ذهب. هل سمعتم فيها حرف الذال؟ نعم. إذن سنصلها مع حرف الذال. جيد، الصورة الثالثة وهي صورة هدهد، هدهد، هدهد. حرف الذال وليس حرف الذال. الصورة الرابعة لدينا ذبابة، ذبابة. هل سمعتم فيها حرف الذال؟ نعم. إذن سنصلها مع حرف الذال. جيد، الآن ننتقل إلى تمرين آخر، أيضا هو بسيط جدا. أكمل الحرف الناقص فيما يلي. سأكمل الحرف الناقص في كلمة ذراع، ذراع. نعم، هل سنكتب حرف الذال في مرتبط بحرف في آخر الكلمة أم في أول الكلمة؟ سنرى. هنا مكتوب حرف الذال مرتبط بحرف، هل سنكتبه هنا؟ لا، الجواب خطأ. إذن الجواب الصحيح هو حرف الذال في أول الكلمة. إذن الجواب صحيح، أحسنتم. هنا
الكلمة الصحيحة هي كلمة ذراعٌ، ذراعٌ، جيد. الآن تمرين آخر مثل التمرين الأول، أكمل الحرف الناقص. هنا لدينا صورة حذاء، حذاء، نعم عفوا. هنا لدينا حرف الحاء، الألف والهمزة في الأخير. هل سنكتب حرف الدال متصل بحرف الحاء أم منفصل عنه؟ نعم سنرى. هل سنكتبه هكذا حرف الدال منفصل في الوسط؟ لا، الجواب خطأ. نرى الجواب صحيح، كلمة حذاء. إذا حرف الذ الذي سنكتب هو المتصل بالحرف الأول. إذا الجواب كيف هو؟ صحيح، أحسنتم. هنا انظروا إلى الكلمة الصحيحة، حذاء، حذاء، جيد. الآن تمرين آخر أيضا سنكمل الحرف الناقص. هنا انظروا ما هذا؟ نعم، قنفذ، قنفذ، قنفذ. هل سنكتب حرف الذال المتصلة بحرف الفاء أم المنفصلة عنه؟ نعم سنرى. قنفذ، كتبنا هنا حرف الذال المنفصل، هل هو صحيح؟ لا، ليس صحيح. الآن انظروا إلى الكلمة الصحيحة، قنفذ، حرف الذال متصل بحرف الفاء. إذا الجواب صحيح، أحسنتم. انظروا الآن إلى الكلمة الأخرى الصحيحة، قنفذ، قنفذ، جيد. والآن وصلنا إلى نهاية الدرس، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وركزتم جيدا في حرف الذال، وأن تحضروا أيضا بعض التمارين لتفهموا جيدا حرف الذال، وأراكم في الدرس المقبل إن شاء الله.